مشاهدينا، وللحديث عن عودة النظام السوري لشغل مقعد سوريا في الجامعة العربية، معنا من اسطنبول المختص بالشأن السوري الأستاذ ياسر النجار. السلام عليكم أستاذ ياسر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. ما قيمة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية بالنسبة للدول العربية التي يعني سرعت هذه الخطوة؟ يعني أنا أعتقد أنه لا يخفى على أحد أن هناك كان مسار رباعي من 4 دول، هي المملكة العربية السعودية والعراق ومصر والأردن، في تسريع هذا المحور أو في تسريع هذا الملف، خصوصا إذا علمنا أن هناك استحقاق ما يعرف في قمة الجامعة العربية في 19 من الشهر الحالي. لذلك أنا أعتقد أن المساعي المملكة العربية السعودية والأردن والعراق ومصر هي التي كللت بهذا الاجتماع ما يعرف بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية من أجل اتخاذ قرار عودة النظام. ظني أن هذه العودة وتسارع الأحداث فيها جزء منها بسبب الضوء الأخضر للولايات المتحدة الأمريكية التي أعطت المجال ما بعد ما يعرف بأزمة الزلزال إلى الدول العربية إلى أن تقصد مقصد التطبيع، سيما إذا قارنا مع فترة ماضية منذ عام 2018 كان هناك خطوات لبعض الدول العربية في التطبيع، ولكن كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية رادع لهذا الأمر. اليوم ما نرى حقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية تغازل الدول، وآخر ما يعني أحدى تصريحاتها تقول أن التطبيع من خلال وجود خطوة مقابل خطوة يعني بشروط أفضل من التطبيع بالمجان. إذا بالنتيجة وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تحلل سياسيا خطوات التطبيع بالنسبة للدول العربية ولا تأخذ موقفا جادا بصفتها ضامنا للحل السياسي في سوريا. ولنقولها بصراحة أن الدول العربية التي كانت متباطئة أو التي كانت متخذة أيضا موقفا مضادا لعودة النظام وجدنا أنها ضعفت في الآونة الأخيرة إلى درجة أن قطر على سبيل المثال لم تحضر الاجتماع في لحظة اتخاذ القرار، يعني من خلال أنها لا تريد أن تظهر موقفا يعطل اتخاذ مثل هذه القرار ويعطي الفرصة للدول العربية باتخاذ مثل هذا القرار. طيب أستاذ ياسر، هذه العودة المشروطة بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، ما هي محدداتها؟ ما هي الشروط التي فرضت عليه؟ هل من ترشيحات من هذا الجانب؟ ظني أولا أن النظام عندما تم توقيف أو تعليق عضويته منذ عام 2011 كان هناك أسباب واشتراطات، ولكن النظام لم يقدم حتى هذه اللحظة بعد 12 عاما أي حل أو أي تساهل حول ذلك الأمر، ولا حتى لم يقدم أي قيد أنملة في مسارات سياسية ترعاها الأمم المتحدة أو ترعاها الأستانة. إذا بالنتيجة النظام لم يقدم أي تعاون لا سابقا ولم يقدم أي تعهد لاحقا. لذلك أنا ما أعتقد أن هذه الشروط هي أولا إذا اطلعنا على ماهيتها نجدها أنها شروط إنسانية وجزء منها شروط من أجل موضوع تهريب المخدرات والكيبتاجون، ولكن لا يوجد شروط حقيقية حسب ما يعني ما كان هناك من بيانات حول موضوع حل سياسي حقيقي، وإنما كان الحديث فقط عن المسار الإنساني. بالنتيجة الدول العربية ليس لديها دور في الحل السياسي منذ فترة طويلة، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيقدم شيء على مسار الحل السياسي، ولا ينتظر الشعب السوري هذا الأمر. ولكن إذا علمنا أيضا أن النظام بتعليقه من خلال بيان وزارة الخارجية بعد البيان للجامعة العربية كان سياسته يعني جوابه وكأنه استعلاء، حتى يعني لم يذكرها بصريح العبارة، وكأنه يطالب الاعتذار منه واتخاذ موقف جديد من الجامعة العربية، وكأنه يريد أن يقول أن العرب عادوا إلى سوريا أو أنه انتصر على المقررات الجامعة العربية بتعطيل أو تعليق عضويته. طيب موقف الأسد في الحل بسوريا هل سيوافق على انتقال ديمقراطي ومبني على قرار مجلس الأمن المرقم 2254؟ يعني أنا أعتقد أن النظام صرح يعني بشكل واضح وجلي على أن هذا القرار لن يلتزم به، وقال أن هذا القرار أصبح وراء ظهره. وأعتقد أن النظام من خلال إيران التي تدعمه وزيارة رئيسه في الآونة الأخيرة أعطت رسالة واضحة بأنه يظهر ظهور المنتصر وليس يعني الذي يقبل بالتفاوض. وأعتقد أن المملكة العربية السعودية ومسارها في التطبيع مع النظام ليس بمقصد الحل السياسي أو الملف السوري على وجه التحديد، وإنما هو جزء
من خريطة التفاوض ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، وأظن أن الثمن الحقيقي التي ترتجيه المملكة العربية السعودية هو ملف اليمن والميليشيات الحوثية التابعة لإيران. طيب هنا ماذا إن فشل الأسد في موضوع ويعني موضوع المخدرات وتهريب المخدرات، وهو أصبح نقطة توزيع وإنتاج المخدرات في المنطقة، هل من الممكن أن تشن اليمن بالفعل عملية عسكرية ضد قوات الأسد في المنطقة؟ تقصد الأردن، ولكن أعتقد أن الأردن عندما صرحت الأردن بهذا التصريح طبعا سبق اتخاذ قرار عودة النظام إلى الجامعة العربية. نعم. أعتقد أن الأردن ليس لديها صلاحيات من أجل أن يكون هناك حالة عسكرية، ولكن إذا ما عدنا إلى القرار الأمريكي بخصوص الكبتاغون ومحاربة الكبتاغون. نعم. كان هناك ماد يعني أموال مرصودة من أجل عمل أمني لمحاربة تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية. يمكن أن تكون هذه الرسالة موجهة للولايات المتحدة الأمريكية من أجل أن يكون هناك تعزيز مالي بهذا القصد. النظام لن يقدم أي يعني خطوات إيجابية باتخاذ محاربة الكبتاغون، أولا لأنه يعتبره باب رزق، ولكن الأمر الأخطر أنه لا يسيطر عليه بالمشمل بسبب أن الميليشيات الإيرانية المرعية من قبل إيران، حزب الله، وأيضا بعض المرتزقة والشبيحة النظام هم من يعني يقومون بسياسة التصنيع والتهريب بالكامل. لذلك أنا أعتقد أن النظام لا يستطيع أن يعوضهم، ولكنه في الآونة الأولى قد يحاول أن يضغط من خلال المخدرات من أجل أن يستجدي أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والمال من خلال الدول الخليجية التي تعهدت أن تساعد على المسار الإنساني. طيب هنا وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد على ضرورة إلزام أو التزام النظام السوري بالشروط بوعوده والإفاء بوعوده قبل العودة إلى جامعة الدول العربية، هل تكفي الوعود ونيات النظام لإنهاء معاناة شعب عانى لـ 12 سنة في هذه المعاناة المستمرة؟ لماذا تغيب أفعال أمريكا عن مواجهة الأسد مقابل تواصل تصريحاتها وتصريحات الغرب بصورة عامة بأنها ضد أو ترفض التطبيع مع الأسد؟ بصراحة هذا هو السؤال المهم. أنت تتكلم جنابك على موضوع أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت وكأنها منبر سياسي أو حزب سياسي يعلق ويصدر بيانات وهذه هي وظيفته. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية كدولة هي الأهم والأكبر في يعني في العالم، وهي التي لديها أدوات ولديها التزامات باتجاه المنطقة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تصرح عبر الإدارة الديمقراطية تصريحات من أجل أن لا تجابه عبر الكونغرس باعتبار هناك وجود يعني الحال الأغلبية الجمهورية حاليا، ولكن بالنتيجة الأفعال كما ذكرتم هي لن تكون بحجم الخطاب. بالنتيجة هذا الخطاب أصبح يعني وراء الظهر، كون أن سوريا أصبحت تحتل من جديد مقعد، يعني النظام السوري يحتل الآن مقعد سوريا في الجامعة العربية. إذا مثل هذه التعهدات وهذه المطالب لم تعد لها قيمة، كون أن النظام أصبح مدعوا إلى قمة الرياض بعد بضعة أيام، وبالتالي المملكة يعني الولايات المتحدة الأمريكية تصدر مثل هذه الرسائل فقط للحالة الشعبية وللحالة الكونغرس الأمريكي، ولكن ليس له أي إجراء عملياتي على الأرض. نشكركم الشكر الجزيل من اسطنبول المختص بالشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.